تحت عنوان المالية 127 مليار جنيه زيادة في الإيرادات بالموازنة الجديدة. الخبر بيشير للبيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة عن العام المالي 2017-2018 اللي أصدرته وزارة المالية. البيان بيقول إن قيمة الإجراءات الضريبية، وهنا المقصود بها قانون الإجراءات الضريبية اللي هيرفع لمجلس النواب يوم 30 يونيو اللي جاي، بتبلغ 105 مليارات جنيه، وإن ده هيمثل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي. دي الإجراءات الضريبية. الجزء الثاني من الإيرادات هيتمثل في قيمة الإجراءات غير الضريبية، واللي هتصل قيمتها ل 22 مليار جنيه، يعني حوالي 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي. الخبر بيوضح أن جملة الزيادات اللي هتتحقق في الإيرادات ناتجة عن الإجراءات الضريبية وغير الضريبية معا، قيمتها 127 مليار جنيه، ده بيعادل حوالي 3.1% من الناتج المحلي. الخبر كمان توقع ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى 51 مليار جنيه في العام المالي المقبل مقابل 20 مليار خلال هذا العام، يعني بزيادة 31 مليار جنيه.